شو صار بطائرة البوينغ أثناء إطلاعها من مطار لوس أنجلوس؟ حادثة غريبة ومش غريبة بنفس الوقت على هالشركة ضمن حلقة جديدة من مسلسل انتكاسات وأعطال فنية. بالمختصر، فقدت طائرة من طراز بوينغ عجلة أثناء إقلاعها من مطار لوس أنجلوس، وكانت متجهة إلى مدينة دنفر بولاية كولورادو، وعلى متنها 174 راكب وطاقم من 7 أفراد. وعلى الرغم من فقدان العجلة، تمكنت الطائرة من الهبوط بأمان، لكن بتأخير 25 دقيقة. أتاها الحادث بوقت عم تواجه فيه شركة بوينغ من أشهر سلسلة مشاكل بالإنتاج والجودة أضرت بسمعتها. لذلك تم فتح تحقيق بهالحادثة من قبل هيئة تنظيم الطيران الأمريكية. أما بحسب متحدث باسم بوينغ، بيقول إنه شركة يونايتد أيرلاينز تسلمت هالطائرة بال 1994، أي قبل 30 سنة، وبوينغ توقفت عن إنتاج هالطراز بال 2004، وكأنه عم يعترف بمشاكل هالطائرة.